لي جار مدمن خمر ويؤذيني بلسانه، وبعض الأوقات يكون معي طيب جدا وفي نفس الوقت يخاصمني ويقوم بكيدي، فماذا أفعل له وهو جاري؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. لا شك أن الجار له حق في الإسلام، أوصى الله جل وعلا بالجار والإحسان إلى الجار. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجار لا شك أن له حق، أن له حقا على مجاوره بالإحسان إليه. أما ما ذكرت من أن جاركم يتعاطى الكبائر من الذنوب، أنه يشرب الخمر وأنه يعمل شيئا من كبائر الذنوب، فالواجب عليكم مناصحته والإنكار عليه وتخويفه بالله عز وجل وموعظته، أنه ما دام أنه يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه المعاصي والموبقات والكبائر، فيجب عليكم مناصحته وتذكيره لعل الله أن يهديه بسببكم، فله حق عليكم ويتأكد هذا بكونه جارا لكم. فالواجب عليكم أن تناصحوه وأن تعظوه وتذكروه، فإذا أصر ولم يتب فإنك تهجره في الله بأن تترك كلامه ومجالسته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يصدر منه أذن عليك في حقك، فإن الذي ينبغي أن تصبر على هذا الجار وأن تقابله بالإحسان، فمقابلة السيئة بالإحسان هذا من صفات أهل الإيمان ومما أوصى الله به. لكن مع ما ذكرنا من المناصحة والموعظة، وإذا استدعى الأمر أن تهجره وأن تترك مكالمته والجلوس معه، لعل ذلك يكون رادعا له وسببا في توبته، مع الصبر على ما ينالك منه من الأذى، فإن الجار لا شك أن له حقا على جاره، والله المستعان. شكر الله لكم.